أناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية لحضور حفل تخريج الفوج 13 من طلبة الجامعة الأهلية الذي أقيم مساء أمس وتضمن 388 خريجا من الحاصلين على درجتي البكالوريوس والماجستير. وقد نقل سمو محافظ المحافظة الجنوبية تهاني وتبريكات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الطلبة الخريجين وعائلاتهم وتمنيات سموه لهم بدوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم المستقبلية. أشاد سمو بما تشهده المسيرة التعليمية في مملكة البحرين من تقدم وريادة بفضل الاهتمام والدعم الذي توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر للارتقاء بمستوى التعليم وجودته إيمانا بدور التعليم في بناء المجتمع وترسيخ دعائم النهضة والتنمية. أعرب سمو عن فخره واعتزازه بما تحققه مملكة البحرين من مكانة متميزة في مؤشرات جودة التعليم والتنمية البشرية على المستوى العالمي. هنأ سموه الجامعة الأهلية على ما أحرزته من تصنيف متقدم على مستوى الجامعات في الوطن العربي، مشيدا سموه بحرص الجامعة الأهلية على مواكبة التطوير والتحديث في أنظمة التعليم من خلال شراكاتها الوثيقة مع كبريات الجامعات العالمية. كما هنأ سموه خريجي الجامعة مشيدا بما يتمتع به أبناء المملكة من جد ومثابرة وحب واجتهاد في تحصيل العلم، رغبة في المشاركة في جهود بناء وتنمية وطنهم وبناء مستقبلهم متمنيا لهم دوام التفوق. أثنى سموه على جهود الرئيس المؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية البروفيسور عبدالله الحواج وجميع منتسبي الجامعة من الكوادر الأكاديمية والإدارية، ومتمنيا سموه للجامعة والقائمين عليها دوام النجاح والتوفيق. نقل سموه تهاني وتبريكات صاحب السمو رئيس الوزراء إلى الخريجين والخريجات وتمنيات سموه لهم بدوام التوفيق والنجاح، ومشيدا باهتمام سموه وعناية الدائمة بالتعليم في مملكة البحرين كركيزة أساسية للتنمية والازدهار، بما في ذلك تشجيع سموه دولار للاستثمار في قطاع التعليم الخاص. بين سموه أن مسيرة التعليم في المملكة خطت خطوات كبيرة بفضل دعم ومساندة قيادة بلدنا العزيز يحفظه الله ويرعاها، إذ استطاعت المملكة الارتقاء بمستوى خدماتها على صعيد التعليم الحكومي والخاص بكافة مراحله. بدوره أعرب سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه على تفضل سموه برعاية حفل تخريج طلبة الجامعة الأهلية، والذي تفضل بحضوره سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية. أكد سعادة الوزير أن هذه الرعاية الكريمة من سمو رئيس الوزراء حفظه الله تأتي في إطار ما يوليه سموه من دعم كبير واهتمام بالغ بتطوير المسيرة التعليمية بمختلف مراحلها، إيمانا من سموه الكريم بمحورية دور التعليم في رفض جهود التنمية الشاملة في وطننا العزيز في ظل قيادته الحكيمة يحفظه الله ويرعاها. بهذه المناسبة ألقى الرئيس المؤسس الجامعة الأهلية ورئيس مجلس أمنائها البروفيسور عبدالله الحواج كلمة أكد فيها على أن الرعاية الكريمة لسمو الأمير خليفة بن سلمان الخليفة نعمة كبرى تمنحنا فرحة وسرورا وتزيدنا قوة وإيمانا بهذا الوطن المعطاء، منوها إلى أنها صورة جليلة رائعة من صور الوفاء يرسمها خليفة بن سلمان على جدارية شامخة أصلها ثابت في الأرض وفرعها في السماء.